40 عاماً والذاكرة تأبى النسيان، فكل البشاعات ارتكبت وأفظع جرائم القتل سجلت بحق جنود عراقيين وقعوا في الأسر عام 1981، وقتل أغلبهم بأشكال وطرق وحشية على يد القوات الإيرانية ومشاركة وغدر وتواطؤ ميليشيا بدر. ومنذ ذلك اليوم اعتبر العراق يوم الأول من كانون الأول من كل عام مناسبة وطنية ليوم الشهيد لتخليد ذكرى شهداء الحرب العراقية الإيرانية. هذا اليوم الخالد في ذاكرة العراقيين يستذكر فيه أهالي الشهداء بطولات أبنائهم وقصص أمجادهم وتضحياتهم دفاعاً عن بلادهم ووقوفهم بوجه الطامعين من خلف الحدود وأذنابهم المتآمرين على العراق الذين ضربوا بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تنص على حماية أسرى الحرب وقاموا بارتكاب أبشع الأساليب الإجرامية بحق الجنود العراقيين. الأحزاب الفاسدة وميليشياتها في العراق تحاول تجاهل ونسيان ذكرى يوم الشهيد العراقي، فكيف لا وهم من دخلوا البلاد بعد الغزو الأمريكي قادمين من إيران ومحتمين بشعارات مذهبية وأحقاد طائفية. الذين قتلوا الحسين لم ينتهوا بعد. أوصلت البلاد إلى أسوأ حقبه عبر التاريخ وتعمل وفق منهجية الإجرام والظلم والفساد التي فتكت بالعراق وشعبه. نحن مع الإمام حتى آخر قطرة دم، الإمام إذا يقول حرب حرب. فمن كان بالأمس شريكاً بجريمة قتل الجنود العراقيين بات اليوم من ضمن أحزاب السلطة وأذرعها الميليشياوية. أطمئن أننا على العهد، فنمضي في هذا الطريق، طريق الحسين